الحرب العالمية الثانية، معركة نورماندي، هي إحدى أهم المعارك التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية. وقعت المعركة في صيف عام 1944، عندما قامت قوات الحلفاء بغزو شواطئ نورماندي في شمال فرنسا بهدف تحرير فرنسا من قبضة القوات الألمانية. كانت المعركة تحمل أهمية استراتيجية كبيرة، حيث كانت تمثل نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية. تجمعت قوات الحلفاء التي تتكون من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وقوات أخرى من دول مختلفة، وقامت بتنفيذ عملية هجومية جبارة على الشواطئ الفرنسية. بدأت المعركة في 6 يونيو عام 1944، والمشهورة باسم يوم الدي دي، حيث تمت المشاركة بآلاف الجنود والآليات والطائرات. تم تنفيذ هبوط جوي ضخم خلف الخطوط الألمانية، يليه هجوم عبر البحر على الشواطئ الفرنسية. واجهت قوات الحلفاء مقاومة شديدة من القوات الألمانية المتمركزة في المنطقة، ولكنها تمكنت تدريجيا من الاستيلاء على الشواطئ وتوسيع نطاق الهجوم. نجحت قوات الحلفاء في كسر خطوط الدفاع الألمانية ودخلت إلى داخل الأراضي الفرنسية. بعد معركة نورماندي، تمكنت قوات الحلفاء من تعزيز وجودها في فرنسا ومواصلة التقدم نحو ألمانيا. وقد ساهمت هذه المعركة في النهاية في انتصار الحلفاء وانهيار نظام الحكم النازي في ألمانيا. إن أعجبكم المحتوى، نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم في أمان الله.